يعني اكبر شكاوي بتبقى خاصه بي ازاي ان انا اعرف ان انا استرجع المنتج بتاعي، يعني ازاي اقدر احصل الفلوس بتاعتي بعد ما انا رجعتها. ويمكن احنا في تطور كبير جدا في الاتجاه ده، ان احنا مع نمو برضو الديجيتال بايمنت او الدفع الدفع الالكتروني، ان احنا ابتدينا نحول عمليات الريفانز دي او الاموال دي كلها تكون عن طريق منصات جوميا باي اللي هي الديجيتال، منصه جوميا باي الديجيتال، بحيث ان العميل ما بقاش مستني فلوسه كاش بس، لا يبقى مستنيه على المحفظه بتاعته في جوميا باي. احنا تركيزنا الرئيسي مش في المنافسه المباشره، احنا تركيزنا الرئيسي في ازاي نسبه التجاره الالكترونيه اللي هي لا تزيد عن 1% حاليا ازاي توصل ل 5 و10%. هو ده التحدي الرئيسي على المستوى القاري. احنا اعلنا الارقام بتاعه 2018 من خلال ادراجنا في بورصه نيويورك، وهي وصلت لحوالي 880 مليون يورو على مستوى القاره. يعني لو نتكلم بالاعداد، هنتكلم على الازياء ومستحضرات التجميل والسلع الغذائيه بشكل كبير. لو بنتكلم طبعا على القيمه، طبعا الالكترونيات نمره واحد، يعني سواء الموبايلات او التلفزيونات او الاجهزه المنزليه. عشان تنضم اي شركه لمنصه جوميا دي لازم يكون ليها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. بتخش على الموقع بيبقى فيه لينك خاص بالتسجيل كعارض جديد، بتدوس على اللينك، بتكتب بياناتك كشركة، بتكتب الفئات اللي انت عاوز تشتغل فيها او اللي هتعرض فيها منتجاتك، بتقدم السجل والبطاقة الضريبية بتاعتك، بيبقى فيه عقد، العقد ده بيطبع، بتمضيه، بتبعته لنا في اي وقت على المقر بتاعنا. وبعد كده بتنتقل لمرحلة بقى التدريب الخاص بيه، ازاي ان انت تعرض منتجاتك، ازاي تحدد اسعارك، ازاي تحدد المخزون بتاعك. ودي احنا مقدمينها على الديجيتال بلاتفورم بتاعنا، على منصه ديجيتال خاصه بالفيديوهات التعليميه او التدريبيه، او بنقدم دروس تدريبيه او كورسات تدريبيه في مراكز خاصه، مراكز تدريب خاصه بينا. احنا دايما بندعو الشركات ان هم يفتحوا يمشوا في الاتجاهين، يبقى ليه منصه خاص بيه هو، المنصه دي تبقى بيسموها زي كوربريت بروفايل لي، او منصه خاصه بالتعريف بالشركه بتاعته، وفي نفس الوقت بيستخدم منصات زي جوميا ان هو يعرض، تقوم بعمليات البيع والدعايه للمنتجات بتاعته.